اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني كفاءات اردنيه. كما عودناكم نستضيف نخبه النخبه من ابناء هذا الوطن العزيز، وضيف حلقتي لهذا اليوم من مخرطة ومحدثة العباسية لأصحابها أبناء المرحوم وائل أحمد الطريفي. والآن لقائي مع أحد أبناء المرحوم وائل أحمد الطريفي، الأستاذ علاء الطريفي. أهلا وسهلا فيك وشرفتونا في مخرطة ومحدثة العباسية. الله يحييك أستاذ علاء. أستاذ علاء، ممكن أعرف السادة المشاهدين أكثر، حسب ما أنت خبرتني كمان أنت المدير المالي لمحدثة العباسية. نعم. ممكن أعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو علاء الطريفي؟ أول شيء بحب أخبركم عني، أنا علاء وائل أحمد الطريفي، خريج جامعة البلقاء التطبيقية، تخصص نظم معلومات إدارية، سنة اللي هو 96. ما شاء الله عليك. ممكن أعرف السادة المشاهدين أكثر عن مخرطة ومحدثة العباسية، متى تم إنشائها وما هي فكرة إنشائها؟ تم إنشاء مخرطة ومحدثة العباسية بداية اللي هو على يد الوالد المرحوم وائل أحمد الطريفي سنة 1983. كانت تتضمن أعمال المخرطة اللي هي فقط الحدادة العامة بداية إنشائها لسنة 86. جميل. نعم. بسنة 86 تم فتح فرع جديد وإضافته اللي هي قسم الخراطة، والمعنية بتصنيع الماكينات الصناعية ومنها ماكينات الدهان، خلاطات الأتربة، خلاطات ماكينات النجارة وماكينات تشكيل الكركان. ما شاء الله عليكم. لو تحدثنا أكثر عن أبناء المرحوم وائل أحمد الطريفي، الله يخليكم لبعض ورحمة الله عليه الوالد، ما كان ترتيبه بالأولوية والشغل في مخرطة ومحدثة العباسية؟ طبعا احنا يعني مخرطة ومحدثة العباسية أبناء المرحوم وائل الطريفي خمس أشخاص. بداية بحب أتحدث عن أخوي الكبير اللي هو المهندس سلطان. المهندس سلطان طبعا باشر بالعمل من أوائل الأشخاص فينا اللي هو مع رحمة الحج بتصنيع الماكينات، هو بالإضافة لأخوه اللي هو سعد الطريفي، وهو حاليا طبعا سلطان موجود في الإمارات، طبعا انتقل للعمل الإمارات، وسعد برضه انتقل للعمل إلى الجزائر بتصنيع الماكينات برضه. ما شاء الله عليكم، الله يخليكم لبعض. أولا لو تحدثنا الآن، ما هي الخدمات والمميزات التي تقدم في مخرطة ومحدثة العباسية؟ هلا الخدمات المقدمة احنا في مخرطة ومحدثة العباسية حاليا واللي بنركز عليها هي في المجال تشكيل المعادن والأعمال الحديدية. من الأعمال هذه اللي هي الأبواب، الشبابيك، الحمايات، ضرب زينات، بالإضافة لأعمال الكرميد وأعمال اللي هو برضه الأكشاك. جميل. نعم. وسوف نستعرض بعض الصور ولقاءات الفيديو سوف تظهر على الشاشة خلال أعمالكم. نعم. أستاذي، لو تعرفنا أكثر، ما هو طموحكم المستقبلي لمخرطة ومحدثة العباسية؟ احنا كشركة مخرطة ومحدثة العباسية بنطمح لأنه تتحول لشركة كبيرة نختص في تشكيل المعادن. واحنا حاليا يعني نعمل دراسات على انه نستورد ماكينة سي ان سي اللي بتحني بزغرفة الصاج. تعرف يعني احنا حاليا اغلبية اللي هو يعني اصحاب الذوق الرفيع من فيلال قصور بيحبوا يكون في لهم منظر خلاب على مدخل المنزل، فصاروا يتوجهوا الى اللي هو الزخرفات العربية على اللي هو الصاج. جميل. فاحنا ان شاء الله يعني في خطة مستقبلية، بس يعني تمشي الامور ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. كما نراكم تقدم الازدهار عبر منبر قناه جوسات. استاذ علاء، كل انسان برضه بتواجه مشاكل وتحديات ومعوقات، ما هي اكثر مشاكل وتحديات اللي واجهتكم في مخرطه ومحدثه العباسيه؟ والله احنا كمخرطه محدثه العباسيه يعني زي ما حكيت لك، يعني بدايه تاسيس ونشاه المخرطه وازدهارها ونموها كان معني بافراد اسره. هلا المنواجهه حاليا اللي هو ضعف بالايد العامله. من الصعب جدا انك تلاقي ايدي عامله. صحيح. نعم. طب الحين لو جينا لاسباب ايد العامله، عندنا منظومه العيب. نعم. الشباب عم تخرجوا جامعات بيقول لك انا عيب اشتغل محدده، عيب اشتغل منجره، بدي شغل بشركه، بدي شغل خلف المكتب. شو حاب توجه رساله على منبر قناه جوسات لهم؟ انا بوجه رساله لكل الشباب الخريجين
ثقافة العيب هذه الإنسان لازم يمحيها حاليا. احنا بوقت اقتصادي يعني متعركس شوي، بتمنى من كل شاب انه يباشر حياته بالأمور المهنية. بالعكس احنا في عنا حرف بإمكانه اي شاب يبلش فيها بمبلغ بسيط جدا، وبإمكانه يحقق دخل له من خلال هذه المهنة ويتطور فيها من خلال مهنته وتعليمه وثقافته. بإمكانه يطور اللي هو المشروع تاعه وممكن شو يصير شركة. جميل جميل ما شاء الله عليك أستاذ علاء. في نهاية اللقاء الجميل ما شاء الله عليكم، احنا شايفين الأردن حديقة داخل حريقة. نعم. أوضاع الدول حولنا ملتهبة، ماذا تعني لك نعمة الأمن والأمان؟ يعني نحن الحمد لله يعني نقدر نعمة الأمن والأمان تحت رعاية اللي هو جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين والعائلة الهاشمية. وبوجه رسالة يعني للشعب الأردني كامل إنه إحنا كدولة أردنية بننعم بكثير من الأمن والأمان، ويجب أن نحافظ عليها. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة ونشكر الجهات الأمنية والعين الساهرة والأمن العام. وفي نهاية اللقاء الجميل معك، لو حالفك الحظ وقابلت جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني في ظل هذه القيادة الحكيمة في ظل هذه القيادة الهاشمية، ماذا تود أن تقول له؟ يعني رسالتي لجلالة سيدنا يعني هي شكر وعرفان له على قيادته الحكيمة للبلد. وإحنا بنشكرك ونقول لجلالة سيدنا تقدم ونحن جنود من خلفك. وأرجو أن نعرف السادة المشاهدين عن موقع مخرط المحطة العباسية وأرقام الهواتف للتواصل. طبعا مخرط المحطة العباسية منذ بدايتها من سنة 83 مقرنا في منطقة أرصيفة بالمشارفة قرب المنطقة الصناعية. طبعا أرقام التواصل اللي هو 079-726-4039 و 079-543-7521 و 079-698-0344. ما شاء الله عليكم أستاذ علاء، وسوف تظهر الأرقام عند زميلنا مدير التصوير أستاذ عبد الله على الشاشة. نشكرك استضيفتك حلوة لنا. أهلا وسهلا فيكم. تسمح لكاميرا قناة جوسات بالتجول. أهلا وسهلا فيكم. تفضل. ونستمر معكم أعزائي المشاهدين من محدث مخرطة العباسية مع أحد أبناء المرحوم وائل الطريفي الأستاذ أسامة. بداية حياك الله أسامة، يسعد مساك. حياك الله. الله يسلمك أستاذ أسامة. ممكن أعرف السادة المشاهدين أكثر من هو أسامة الطريفي؟ أنا اسمي أسامة وائل أحمد الطريفي من أبناء المرحوم وائل. طبعا نشأنا من المحل طبعا بعد دراسة طبعا. جميل. درسنا لغاية التوجيهي طبعا. واستمرنا في العمل مع الوالد والله. ما شاء الله عليكم. لو تحدثنا أكثر عن آخر المشاريع والعطاءات اللي أخذتوها في معهد العباسية. والله يشوف العطاءات هو شغل كثير، بس أكبر عطاء أخذناه تعملنا فيه مع مدينة الحسن. جميل. في إربد تصنيع طبالي حديد. ما شاء الله عليكم. لو حالفك الحظ وقابلت جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني في ظل هذه القيادة الحكيمة في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا تود أن تقول له؟ والله الله يديمه ذخر لها البلد إن شاء الله. إن شاء الله. وكفي نعمة الأمان تحت ظله إن شاء الله. ولو حالفنا الحظ وقابلناه يعني بنشكره على كل شيء بسويه لأجل هالبلد. ونحن نشكرك أستاذ أسامة، وأرجو أن تسمح لكاميرا قناة جوسات بالتجول داخل مخرط محطة العباسية. أهلا وسهلا. شكرا لك. حياك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا أعزائي المشاهدين، ودمتم بأمان الله.
خيروني.